اسمك ايه؟ عبد الرحمن اسد. عندك كام سنة يا عبد الرحمن؟ عندي 8. 8؟ ما شاء الله. حافظ قد ايه من القرآن؟ كام جزء؟ 10. مين بقى حفظك؟ بابا الله يرحمه، وجدي حفظ بابا الله يرحمه. طب ما شاء الله عليك، ان شاء الله نشوفك كده قارئ كبير في المستقبل. نفسك تبقى ايه؟ نفسي ابقى زي جدي قارئ ان شاء الله. مع عبد الرحمن عصمت عبد القادر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، وكان في معزل يا بني، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.